في سحور خاص اليوم مجهز لنا عيسى. عيسى مساء الخير. مساء النور ابو محمد. مسي على المشاهدين الاعزاء. يا اهلا وسهلا. ما في اليوم مسكر على كل شيء ومتكفت وقاعد عشان تنتظر. عشان ما تعرف ابو محمد، لان ما شاء الله حاسه الشم صار عندك ممتازه، صرت تشم الحاجه قبل حتى اخبرك يمكن. فخلي اليوم مسكرين احسن. اليوم سحورنا عماني ابو محمد. عماني عماني عماني. يعني بغيتني اخمن ولا بغيتني انا شم ريحه العيد من بعيد؟ جهزت الترشه. وصلت يمكن. وصل الترشه معناته انه في عرسيه. عرسيه بالدجاج ان شاء الله ابو محمد اليوم. من الليله؟ اكيد خلاص عد الترازي بدا، يعني بدا العيد خلاص عد. يعني انت من الحين لين ليله العيد كل ليله اكله خاصه بالعيد؟ ايوه قريبه من العيد ان شاء الله، وحتى ليله العيد نجهز مفاجاه حلوه ان شاء الله. وبديتها من الليله بالعرسيه. بديناها يا محمد. ان شاء الله عندنا بعد شوربه القرنبيط الابيض اللي الزهره هذه. هي شو؟ قرنبيط الابيض الزهره. القرنبيط ليش صعب علي؟ وايد صعبه كانت القرنبيط. لا لا الزهره الابيض. زهره. زهره لان في ترى في الوان يمكن انت ما قالك شفتهم، قلت انا اخبرك اللون الجن. فان شاء الله عندنا هذه الشوربه وعندنا العرسيه بالدجاج والترشه. وتشرفنا انت وضيفك ان شاء الله محمد. يستاهل. أطريكم. يستاهل. هذه وجبه رئيسيه معروفه عندنا كثير من البيوت يعملوها ليلة العيد. ليلة العيد بالضبط. يبدون يذبحوا ويجهزوا. يجهزوا. صباحية العيد تكون جاهزة. جاهزة بالضبط. وعاد كل بيت، وعلى فكرة أحياناً في اختلافات بسيطة جداً بين محافظة ومحافظة أو بين ولاية وولاية. حتى من ولاية لولاية بعد محمد. أي. كل واحد يعني يسويها بطريقته. يعني في بعضهم حتى في التسمية، في ناس يسمونها العرسية وفي ناس يسمونها العرسي. العرسي. أي هذولا. اخواننا في شمال وجنوب الشرقيه تحديدا. وفي عاد العيد لا لحم ما شد دجاج. العيد العرسيه باللحم. باللحم بالضبط. لكن احنا اليوم خليناها بدقيق لان امس سحرنا باللحم. لا امس سحرنا باللحم، يمكن بكره نتسحر بعد باللحم، فعشان كذا بالنص خليناها بدقيق محمد. رفقا بنا يعني معناته. لا ابو محمد خلاص عيش عيش عيش، حتى اليوم عيش لكن بطريقه ثانيه. طريقه ثانيه. عادة العرسية يعني الأصعب أو الأجمل فيها هي قضية يسمونها الصواطة. صواطة هاي وتهرس وتجلس. أيوة بالضبط. لكن بحب. ولازم ما تكسر الصفرية. في ناس على فكرة في ناس معينين معروفين هم اللي يصوتوا. بالضبط. فأنت لا تقول لي صوتها بآلة ولا بشيء. لا 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 ما استخدمت ولا آلة أبو محمد، استخدمت طريقة يعني قديمة. خضت مني وقت. خضت مني وقت وتعبتني، لكن يستاهل ضيفنا. يستاهل ضيفنا ويستاهلوا شبابنا ويستاهل أيضا المشاهد الكريم. بالضبط. العزيز اللي تابعنا الآن. مقادير. مقادير جيت على الشاشة أتوقع. خلاص ترى عيش وماي ولحم ولا دجاج محمد؟ ليش تبسط الأمور كذا؟ تعال أنت سويها وياخذ عليك هذا الوقت الطويل، بتعرف أنه بس العيش والماي هذه. وبالاخير نصوت ونسوي لها ترشه وشويه سمن. خلاص بسيطه لكن خلاص. عيسى شكرا جزيلا بالتحضيرات النهائيه عشان طبعا الله. طبعا طبعا ونكهه عيسى اليوم اساسا. شكرا جزيلا. نتسحر انا وسعاده الشيخ بخيت بن سالم المعشني والي المزيونه. مرحب بك سعاده الشيخ. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. والاق عيسى ما مقصر. جزا الله خير. اليوم احتفى بك. عد وجبه سحور ما شاء الله. يعني عماني عماني خالص عن قرب على طول. يعني ما عاد يسال مره. ساعتك انت عاده تخفف السحور ولا يعني امورك عاديه؟ والله لا الحمد لله، لما انه وفق الحاجه يعني. نعم. عاده هناك اهلنا في المزيونه اي سحورهم؟ والله السحور تعرف في رمضان دائما السهرات، يعني لوقت السحور اللي بيقرا القران واللي تجد في المسجد. صحيح. ولزيارات الاقارب خلال فتره رمضان. السحور يعني تعرف الوجبات العمانيه هي كلها في كل بيت، يعني
متشابهة معروفة ومتشابهة معروف. وإن اختلفت أحيانا التسميات الكبسات ومثل ما ذكر أمس أبو ذياب أبو ذياب الجعدان والجعود كان بغى إيش كان بغى بغى جعود أبو جعود جعود بس مقربين على العيد أحلى ساعتك أكثر شيء في البادي الجعدان الجعود تجده موجودة أنتوا عندكم هذه الميزة حتى في المزيون ساعتك موجودة نعم في السنام بالضبط 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 نعم وهذا من كرم حقيقة أهلنا نعم هذا يفرش لك هكذا المائدة يعني. نعم يشبع الضيف يعني صحيح سعادتك يلا جرب عشان عيسى يعني والعرسية يلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مسوي لنا عرسية اليوم قرب لنا العيد سعادة الوالي عيسى لا عرسية باللحم ولا دجاج دجاج بسم الله ها ممتازة عيد خلطة خلطة خاصة فيها ما شاء الله دائما هو دائما عنده شيء خاص سعادتك ايش تقول الان لأهلنا في ولاية المزيونة ايش تقول لشباب ولاية المزيونة والله شباب يعني شباب فعلا يعني يعني أهلنا في المزيونة أو في خصب أو في أي بقعة في عمان هم أهلنا اليوم سعادة الشيخ الوالي أنت نورتنا الله ينور عليكم وكانت أمسية لطيفة وجميلة ببشاشة هذا الوجه.